المملكة العربية السعودية تخنق بايدن وحزب الديمقراطيين في أمريكا يرتجف، حتى يشاع أن أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي يقول أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية هو فعل عدواني ويجب أن نوقف عنها التزويد بالأسلحة. المملكة تأخذ بكل هذا الكلام وتضرب به عرض الحائط، والمتوقع حصل. منظمة أوبك بلس بقيادة المملكة العربية السعودية والحضور الروسي يقرر خفض إنتاج النفط ب 2 مليون برميل في اليوم بشكل بسيط وعفوي وبالابتعاد عن الكثير من المصطلحات الاقتصادية المنمقة والمعقدة. راح أشرح لك هذا يعني إيش للبيتكوين والعملات الرقمية. تقليل إنتاج النفط هذا يعني أنه على الأغلب بأمر الله تعالى أسعار النفط سترتفع. بكل بساطة ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع وجود التضخم الاقتصادي حول العالم خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعرقل التشغيل الكثير من الشركات العالمية، فبالتالي تصبح التكلفة التشغيلية لهذه الشركات العالمية أو الأمريكية عالية جدا ومرتفعة. وارتفاع التكلفة التشغيلية لهذه الشركات مع وجود التضخم الاقتصادي يقلل من دخل الشركة، وإذا قل دخل الشركة هبط سعريا سهم هذه الشركة. فبكل بساطة ارتفاع أسعار النفط يعني هبوط في الأسواق التقليدية الأمريكية، وكلنا نعرف أن العلاقة ما بين الأسواق التقليدية الأمريكية والبيتكوين والعملات الرقمية هي علاقة طردية، فإذا انخفضت الأسواق التقليدية الأمريكية سعريا تنخفض الأسواق الرقمية للبيتكوين والعملات الرقمية كذلك، وهذا يتماشى مع السيناريو اللي ذكرته من فترة طويلة عن هبوط البيتكوين والذوبان السعري للبيتكوين. فسبحان الله أحيانا تجد مؤشرات اقتصادية سياسية تقنية وما إلى ذلك لا تعلم ما هو التفسير وراءها، وبعدها بفترة تراها تتحقق على أرض الواقع. لكن لا ننسى أيضا أن الأمم المتحدة طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية التقليل من حدة الإجراءات التي اتخذها أمريكا على التضخم الاقتصادي، وهذا الكلام كان قبل عدة أيام، مما أدى إلى السبيكوليشن أو التخمين للكثير من المستثمرين الموجودين في هذه الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع البيتكوين قبل عدة أيام. ولكن نلاحظ تلاشي تأثير خبر الأمم المتحدة على تشارت البيتكوين. خلينا نروح لتشارت البيتكوين ونفسر جميع ما ذكرنا بشكل تقني وسعري أكبر. لكن قبل ما ننتقل إلى تشارت البيتكوين، هذه رسالة شكر وتقدير. ما راح أخذ من وقتك كثير، لكن أشكر جميع من تفاعل مع الاشتراكات التي عرضت قبل يومين. عرضنا 300 مقعد للاشتراكات المدفوعة، وما شاء الله تبارك الله 220 مقعد انتهت في يومين، والمتبقي 80 مقعد. فشكرا لكم، شكرا لتفاعلكم. إذا حاب تعرف تفاصيل هذه الاشتراكات، قناة الدورة للمبتدئين وقناة التداول الخاصة اللي فيها صفقات دخول وخروج وقف خسارة وتحديثات خاصة وما إلى ذلك، تجد تفاصيلها في قناة التليجرام العامة. تقدر تروح لأول تعليق أسفل هذا الفيديو وتلاقي رابط قناة التليجرام العامة، تنضم لها، تطلع في المنشورات فوق، راح تلاقي تفاصيل الاشتراكات المدفوعة وماهيتها وكيفية الاشتراك فيها. الآن خلينا نفسر جميع ما ذكرنا تقنيا. قبل ما نروح للتفسير التقني، هذه المنطقة التاريخية اللي تكلمت عنها ما بين 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، حاب أشرحها بشكل أفضل لأن البعض عندهم التباس في الموضوع. كما ذكرت سابقا أن حول هذه التواريخ هي منطقة الذوبان، بداية الذوبان السعري لمرحلة 15 ألف دولار أمريكي، وذكرت أيضا مقاطع اليوتيوب والتيك توك والإنستغرام كلها موجودة أن الذوبان لن يكون مباشرة من هذه المناطق إلى 15 ألف، قد يكون في ارتدادات، ولكن هذه بداية المرحلة، وفعلا هذا اللي حصل، ذوبان والآن عندنا ارتداد. نروح الآن وحنتكلم عن الشرح التقني للشارت والحركة السعرية زي ما نشرح مادة التشريح في كلية الطب. راح نتكلم عن المقاومة ونشرحها، وراح نتكلم عن الدعم ونشرحه. نجي للمقاومات والدعم، لا تنسى هذه خطوط بزاوية، بمعنى يختلف السعر حسب نقطة الالتقاء. أنا حاطط لك كل يوم في نقطة الالتقاء لو حصلت اليوم. وأيضا لا تستعمل ما أقول في الفيوتشر، ألاحظ الكثير يسيء استعمال المعلومات اللي أنا أقدمها. أنا أعطيك أفكار ماكرو، أفكار عامة لتحديد اتجاه السوق. طب ليش أنا بس أتكلم عن بيتكوين ما أتكلم عن باقي العملات الأخرى؟ لأن البيتكوين هو الأساس. إذا إحنا عرفنا فين البيتكوين متجه، نعرف العملات الأخرى بأمر الله سبحانه وتعالى فين متجه. حتى أحد الأساسيات اللي حنستعملها في قناة التداول الخاصة اللي نحط فيها صفقات دخول وخروج وقف خسارة وما إلى ذلك، هي أول شيء قبل ما نتكلم عن أي عملة نشوف البيتكوين. هل البيتكوين يعطينا مجال للتداول أم لا؟ عرفت أنت وتمكنت من اتجاه البيتكوين، تمكنت من جزء كبير جدا من السوق بأمر الله. طيب نتكلم الآن عن المقاومة. هذا السيناريو الأول، اختراق هذه المقاومة، واختراق حقيقي وليس بوكات أو ذيول زي كذا، اختراقها والتداول فوقها، يعني جعلها دعم، جعل هذه المقاومة دعم يأخذنا إلى 23 ألف دولار أمريكي. هذا السيناريو الأول أو التشريح الأول للمقاومة. التشريح الثاني للمقاومة أن نفشل في اختراق المقاومة، زي ما هنا فشلنا واحد اثنين والآن على وشك الفشل، لكن ننتظر الله قليل يومي ثلاثة. أن نفشل في اختراق هذه المقاومة هذا يعني
أن الدعم هذا هو الهدف بأمر الله سبحانه وتعالى. نجي الآن نشرح الدعم. الدعم نفس الفكرة، الوصول لهذا الدعم وعدم كسره هذا يعني، واستعمال هذا الدعم كدعم فعلا والتداول فوقه، هذه تعتبر مناطق ارتداد جيدة، راح نحدث أهدافها في قناة التليجرام بأمر الله تعالى أو على اليوتيوب على حسب متى نصل إلى هذه المناطق. ولكن إذا كسرنا هذا الدعم وحولناه مقاومة، بمعنى أن هذا الدعم أصبح الآن مقاومة وتداولنا تحته، فهذا يعني أننا ذاهبين بأمر الله إلى مراحل 17600 دولار أمريكي. في أمر آخر حاب أتكلم عنه، أنه أنا أعطيتك الآن الصور التفصيلية لما يحدث، لكن الصور العامة، الصورة العامة لا تزال سلبية. 1 إلى 2 نوفمبر اجتماع الفيدرالي، وهذا ما سيشعل بأمر الله سبحانه وتعالى الذوبان السعي بشكل أكبر وأكبر. الآن جميع دول العالم تقريبا أو الكثير من دول العالم تضغط أمريكا، تضغط بايدن، تضغط أمريكا، فالآن أمريكا في حرب العملة، لن تفضى على الدولار الأمريكي الهبوط. فلذلك أعتقد بأمر الله سبحانه وتعالى أنه من هذه، سواء من هذه المراحل أو حتى لو ارتفعنا إلى 23,000 دولار أمريكي، في كلتا الحالتين أننا سنستكمل الهبوط إلى مراحل 17,000 دولار أمريكي، وغالبا سنكسرها، لكن نحدث حينها بأمر الله تعالى. وبكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أني وفقت بأمر الله تعالى في شرح المحتوى الدسم نوعا ما لكم اليوم. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني والشيطان. لا تنسوني أنا والديني من دعاكم أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. في أمان الله.